مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من موبايل تأتيكم من قناة الشرقية. طريقة المشاركة هي من خلال إرسال رسائل SMS على أرقام الهواتف اللي تظهر لكم أسفل الشاشة. ما عليكم إلا أنهم تكتبوا بي داخل الرسالة كلمة موبايل بالعربي أو بالإنجليزي وتبعثوها على هذه الأرقام، وإحنا بدورنا نرجع نتصل بكم خلال الحلقة. معنا مجموعة من المشاركين أكيد اليوم اللي دزوا لنا أكبر عدد من الرسائل، وايضا بعض المشاركين اللي دزوا لنا عدد قليل من الرسائل، رساله او رسالتين بس حتى ما نظلم احد والكل يكون عنده فرصه المشاركه بالبرنامج. اكيد ويايا اول مشترك في حلقه اليوم مهند. مرحبا يا مهند. اي نعم مهند، شلون الصحه؟ اهلا وسهلا عزيز، شخبارك؟ الحمد لله. طبعا انا يعني للشرف اليوم اللي حكيت وياك، يعني وانا يعني اللي الشرف لانه تشاركنا بالبرنامج وان شاء الله تربح. الله يخليك. يلا جاهز تتابع البرنامج، تعرف القوانين طبعا؟ اكيد اعرف طبعا. حلو خوش، لا خلينا نشوف وياك الايفون على الشاشه واكيد يعني نبلش بالمسابقه. الايفون طلع لك اوكي والارقام شوفها اوكي. اول رقم اكيد السبعه، يعني سبعه، نبلش بالسبعه. يلا نشوف اول مفاجأة ايش راح تطلع لك بداخل هذا الرقم. سبعة تحتوي على شيء حلو ان شاء الله يطلع لك احلى اللي بداخله، اللي هو المسج او الاس ام اس. عندك حرية الاختيار نفتحها او لا. اوكي نفتح الاس ام اس. نفتحها ومن البداية وخلينا نشوف شنو راح يطلع لك بداخل الاس ام اس، واكيد نقرا لك اياها على الشاشه. لقد حصلت على رصيد اضافي 60 دولار، اذا البدايه كلش حلوه. كلش اوكي، كلش اوكي. نعم. يلا اذا ان شاء الله نستمر بزياده الرصيد و طيب يلا نختار رقم ثاني. اوكي للثلاثه. للثلاثه يلا نشوف الثلاثه. والمفاجاه الثانيه اللي تطلع لك من بعد ال 60 الاولى. رصيدك اكيد المبدئي هو كان 60 دولار، فالرصيد 120 دولار. الكلاسه تحتوي على شنو بيها؟ فيها شيء كلش حلو بعد، طلع لك الفاوتشر. يلا خلينا نشوف ايش قد راح يطلع لك فاوتشر. يعني اقول كارت ابو الالف راح يطلع لي، يعني شنو تقول؟ كارت ابو الالف راح اقول ابو الالف؟ الف دينار اكيد مو الف دولار. 60 يعني. يلا خلينا نشوف وياك ايش راح يطلع له. اوكي والكارد اوه وين الالف مالتك؟ مو قلت لك الف دينار. الله كلش حلو 30 دينار مو مشكله. لا انت مبين عليك تقتنع كلش بسهوله. اي كلش اوكي مشاركتي وياكم كلش تكفي طبعا. شكرا لك، اكيد اكيد رصيدك عالي 150 دولار، واحنا راح نستمر وان شاء الله يزيد بعد اكثر. الرقم الثالث. اوكي اي رقم؟ هسه نقول أربعة. الأربعة. يلا خلينا نشوف الأربعة ايش راح يطلع لك فيها. رصيد 150. عندنا هواية أشياء ممكن تطلع، أشياء تزيد الرصيد، أشياء تنقص الرصيد. والأربعة عندك تلفزيون يمك، تقدر تشوف تلفزيون لو بس تسمع من التلفزيون. إي بالضبط. طيب إذا نشوف التلفزيون لأنه راح يطلع لك شيء تحتاج تباوع التلفزيون حتى يسهل لك. يلا. سؤال راح نقرا لك اياه على شاشه تهمينا اقرا، اذا ما تعرفه بسرعه اعطيني قول لي تحتاج خدمه عملاء حتى ما نضيع الوقت، لان الوقت غالي عندنا 30 ثانيه فنحتاج نستعملها بذكاء. نشوف السؤال، والسؤال يقول السؤال كم عدد اضلاع جسم الانسان؟ اكيد اختيارات. اختيارات يلا نشوف الخيارات والوقت بدا يمشي. و24 ضلع، 26 ضلع، او 23 ضلع، فين واحد منهم؟ ال 26. 26 شوف الوسطاني اذا صح او خطا. يلا والاجابه شوفها على الشاشه، الاجابه خاطئه للاسف، هي اقل بضلعين بس مو مشكله. يلا اوكي يلا نقص الرصيد 30 دولار. مو مشكله والله انا حابه اتصالك كلش هوايه كحل. اوكي الحمد لله. ترضى بالموجود ان شاء الله تربح رصيد عالي تستاهله. ان شاء الله مشكلة. رقم رابع وما قبل الاخير. هسه نقول التسعة. التسعة يلا. التسعة نشوفها، هذا الرقم ما قبل الاخير، الرصيد 120 دولار.
وباس، باس حلوة معناتها لا نقص الرصيد ولا زاد الرصيد، مجرد أنه التسعة خربانة فما طلعنا بها أي شيء. الرقم الأخير من بين الواحد، الاثنين، الخمسة، ستة والثمانية. رقم واحد. واحد بس باع التلفزيون على ما اعرف ليش واجاني راسا. انه لا التلفزيون يعني ماكو اصلا، حتى صوت ماكو اصلا ماكو يعني. بس زي بدي اسمع، بدي اسمع صوتي باليمك. الله يستر لا يطلع لنا تلفزيون. متاكد ماكو؟ لا تطلع لنا شبكه. لا متاكد متاكد لا يطلع لنا تلفزيون، هذا مجرد الاتصال بصدى ان شاء الله. الواحد اخر رقم قلت لي عليه نفتحه ان شاء الله. يلا خلينا نشوف الواحد. والله سترك لانه الا شوي عشان طلع لك توم الجزون. بس اطلع توم وبالاخير يروح الرصيد. يلا مره الاخ باوع على التلفزيون لانه راح يطلع لك سؤال فحتى تقدر تقراه وتطلب مني خدمه. اكيد مساعدتك يا اكيد هالمره اكيد المساعده من عندك يعني ان شاء الله. بس هو احنا نقدر نطلع لك الخيارات لانه بعد هذه اخر رقم ما راح تحتاج في سؤال اخر. فراح نطلع لك الخيارات راسا ويا السؤال. يلا نشوف السؤال والخيارات. السؤال يقول ما هي أقدم رياضة عرفها الإنسان؟ المصارعة، المبارزة أو جر الحبل؟ أكيد جر الحبل. والله هي ما أدري، بدي أدرى يعني المفروض. أكيد شنو؟ أكيد شنو؟ أنا قلت جر الحبل يعني. جر الحبل؟ جوز. إي مبارزة؟ لا أنت قلت لي الإجابة الأولى. جر الحبل. إي نشوفها وأكيد صحيحة لأنه قبل شنو كان عندهم حبل ويجروا يتعافون عليه، منو يحتاجوا أكثر؟ إجابتك صحيحة. إجابتك صحيحة. أوكي أوكي أوكي. 150 دولار. ما كانوا كحبل ذاك الزمن يعني. مهما كحبل؟ لا أكيد كانوا يسوون يصنعون حبل. شوف يا ياسر ربحت ويانا 150 دولار، أنت أول رابح بحلقة اليوم. أوكي أوكي أوكي. وتستاهلها بصراحة لأنه كان اتصالك مهند مو ياسر. يلا. مهند نعم مهند. يلا مهند وياسر قريب. اوكي اوكي شكرا لك يا مهند وان شاء الله توصلك الجائزه باقرب وقت وما تطول عليك. وين استقبل مشترك؟ انا مديحه. انا مرحبا يا مديحه شلونك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام شخبارك؟ شلونك؟ انا الحمد لله زينه بس صوتك شويه بعيد اذا تقدرين تعلي لي اياه شويه. شلونك تتواصل؟ الحمد لله زينة. تمام انتي جاهزة معنوياتك عالية؟ نعم. يلا إذا خلينا نشوف وياك الآيفون على الشاشة ونختار الأرقام من الواحد للتسعة. أول رقم. اثنين. الاثنين. يلا. شوف الاثنين والرصيد حاليا 60 دولار. نعم. والاثنين يحتوي إشارة ضعيفة. ما العلم هي الإشارة مو ضعيفة بس هذا خيار موجود في الكمبيوتر ويطلع مرات للمشترك. إذا الرصيد نقص 30 دولار بسبب هذا الخيار للأسف. أربعة. الأربعة الرقم الثاني. يلا بدون ما أسألك وطايتيني الرقم الأسهم. حلو. خلينا نشوف الأربعة شو يحتوي. المفاجأة الثانية. وأكو أحد يمش يتابع الحلقة؟ أنا وأخوي. انت واخوك، تحياتنا لاخوك اكيد. ونشوف الاربعه ايش راح يطلع بيها. الاربعه تحتوي على سؤال فان شاء الله يكون سهل، واذا ما تعرفين قولي لي خيارات راسا حتى نستغل الوقت قبل لا يخلص، اوكي؟ نعم. يلا خلينا نشوف السؤال. والسؤال يقول اين تقع مدينه خرنابات؟ عندك فكره ولا ناخذ خيارات؟ خيارات. خيارات، يلا الخيارات تقول الانبار ديالة او واسط؟ شوية. ديالة. ديالة. يلا بصراحة ما عرفت نسيت. إجابة صحيحة. إي عافية عليك. الرصيد تزاد 30 دولار لأنهم طيتيني إجابة صحيحة والرصيد صار 60 دولار. ما شاء الله. رقم ثالث. خمسة. يلا شوف الخمسة. الرصيد رجع 60 دولار مثل ما بلشنا به. ونشوف ايش راح يطلع لنا بداخل هذا الخيار. طبعا نبي شيء كلش حلو اللي هو عباره عن باوتشر. باوتشر تقولين 30 60 او 90 يطلع لك فيه. شوف عامل شيء حلو. يلا ان شاء الله يطلع لك رصيد عالي حتى نزيد الرصيد.
والرصيد هو 30 دولار اقل قيمه موجوده عندنا، بس مو مشكله، زيدت لك رصيدك سوته 90 دولار. نعم. يلا رقم رابع، عندك الواحد والثلاثه والسته والسبعه والثمانيه والتسعه. ثلاثه. يلا راح يحتوينا هذا الرقم، وهو الرقم ما قبل الاخير اللي راح تفتحيه خلال مشاركتك، والرصيد 90 دولار، ثلاثه. الثلاثة مسج اس ام اس، عندك مطلق الحرية انها تفتحيها او لا؟ تفتحيها او لا؟ ان شاء الله شرقية تفاجئ بالشيء الحلو، ان شاء الله هدية من الشرقية حلوة نفتحها. يلا ان شاء الله نشوف اذا ايش راح يطلع بالمسج، و لا مو دا تمدح الشرقية ودا تعطينا كلام حلو يعني. لا. تم خصم 60 دولار من رصيدك، بس الرصيد بعده 30 موجود، نقدر عندنا فرصة في حال لو طلع لك شيء حلو بآخر رقم نقدر نزيد الرصيد. يلا. إن شاء الله ستة. ستة. ستة، هذا رقم حظ مالتك أو هيك اختاريتي لأنه باقي؟ لا ضربة حظ. ضربة حظ، يلا إن شاء الله يطلع ضربة الحظ زينة وتجيب لنا رصيد عالي، ممكن تجينا مسج لوخ بها رصيد عالي وممكن يطلع لنا فاتشر ب 90 دولار ونربح. إن شاء الله. إن شاء الله. ان شاء الله نشوف الستة. واو طلع لك باتشر مرة ثانية، ان شاء الله هالمرة يطلع لنا بقيمة اعلى من القيمة اللي طلعت لك المرة الأولى اللي كانت 30 دولار. ان شاء الله. يلا رصيدك حاليا 30 دولار وزاد 60 دولار، إذا ربحتي ويانا 90 دولار يا مديحة. شكرا. عفوا، هو ألف مبروك لك ال 90 دولار. إذا هذا دليل أنه حتى لو نقص الرصيد هواية ممكن بخيار واحد يرجع يزيد الرصيد ورصيد عالي فالمشترك يروح. منذر وياي مشترك ثالث بحياتي. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك منذر؟ شلونك؟ أنا الحمد لله زينة، شو أخبارك أنت؟ والله الحمد لله بخير، لا أنت بخير. شكرا لك. منين اتصالك من العراق منذر؟ الناصرية. من الناصرية، والأوضاع بالناصرية زينة؟ والله زينه بس الحر شويه. حار، مو هو انشن دارد اسالك على الحر شويه، والكهرباء شلونها وياكم بالصيف؟ والله الكهرباء مو زينه، كلش مو زينه. مو زينه؟ اي والله. زين، ان شاء الله تتحسن الكهرباء بالمستقبل، ما اعرف شو اقول لك بصراحه. الله ان شاء الله. ومولدات عندكم يمكم بالمنطقه؟ مولدات بالمنطقه. موجود. يلا اذا احنا راح نبلش وياك المشاركه وان شاء الله تربح رصيد عالي بحلقتنا حتى شوي نفرحك وننسيكم الحر. ان شاء الله. ان شاء الله، نختار اول رقم. رقم واحد. الواحد، يلا. خلينا نشوف الواحد ايش راح يطلع لنا بيه. هو الخيار الاول اللي انت اكيد اختاريته، وصراحه اختيار جدا موفق لانه طلعنا بيه شيء كلش حلو اللي هو الفاتشر، احلى شيء موجود عندنا بالبرنامج. عكس توم البزون، يلا نشوف قد راح يطلع لك فيه. و 90 دولار، يعني هسه لازم تكون انت كلش كلش فرحان. شكرا جزيلا، والله كل شيء يطلع معكم حلو. شكرا، اريد يبين على صوتك الفرحه لانه ما اعرف ليش مبين زعلان. الله يخليك. يلا، اذا الواحد زياد الرصيد 90 دولار وصار الرصيد 150 دولار، نختار رقم ثاني. اربعه. الاربعه، يلا. خلينا نشوف هذا الخيار ايش راح يطلع لنا، واذا راح يزيد الرصيد اكثر او ينقص، وبعدين نرجع نزيد ان شاء الله. والخيار هذا يحتوي على سؤال، فان شاء الله يكون اكو تلفزيون يمك حتى تقدر تقرا السؤال. موجود تلفزيون. كل زين، يلا اذا نقرا السؤال. والسؤال يقول ما اسم اول نعجه تم استنساخها؟ تحب تاخذ خيارات؟ خيارات. خيارات نشوف. خيارات سالي، دلي او ناني؟ دلي. دلي، عفية عليك. يلا نشوف الاجابه. الاجابه صحيحه، الرصيد زاد بعد 30 دولار، صار الرصيد 180 دولار. يلا رقم ثالث. الله يزيدها ان شاء الله. اثنين. الاثنين. يلا نشوف ايش راح يطلع لنا بهذا الخيار. والاثنين يحتوي على باس،
يعني الدقمه خربانه، يعني ما طلع لنا شيء في داخل هذه الدقمه. مجرد فاس عبرتنا لرقم رابع. اي رقم؟ ثلاثة. يلا راح تنفتح لنا الارقام بالتسلسل 1، 2، 3 و4. اكيد الرقم الاخير راح يكون 5 بعدين. الثلاثة شو يحتوي؟ سؤال مرة لخ سؤال، فإذا بتحب تاخذ خدمة عملاء لازم تقول لي من وقت حتى نطلعها قبل ما الوقت يبدأ. يلا نشوف السؤال على الشاشة. ماذا تعني كلمة غزة؟ خيارات. الخيارات تقول الهدوء، الرياح، أو القوة. القوة. أي يلا نشوف الإجابة. والإجابة صحيحة. عفي عليك، زاد الرصيد 30 دولار صار 180 دولار. يلا شوف آخر رقم والرصيد عالي، أو سوري الرصيد 210، هو كان 180 صار 210. آخر رقم أريد بحماس تختار لي إياه حتى تربح رصيد عالي إن شاء الله. 9 إن شاء الله. 9. يلا بس قول لي اياها التسعه بحماس شويه. 9. 9 نعم. 9 يلا. خلينا نشوف التسعه. وش راح يطلع لنا بداخل هذا؟ والله زين تسوي كنت هادئ اما متحمس، لانه اكيد تعرف انه ايش راح يطلع عليك. بصراحه ما تستاهل انه الجهاز يخرب باخر المشاركه، كان اتصالك جدا جميل واستمتعت به، لكن مرات يعني ما يصير كل شيء مثل ما احنا نريد. فشكرا لمشاركتك وان شاء الله نستقبلها بالحلقات الجايه. احمد مرحبا يا احمد. احمد من البدايه راح يطلع لك كم البزون لانه صوت التلفزيون كلش عالي. الو. اوه طلع هذا شنو تهديد يطلع هيك شويه يعني. احمد التلفزيون كلش عالي، نص السياره رجاء بسرعه. خذوا روحك لا في التلفزيون. الاتصال ابدا ابدا مو واضح. قطع الاتصال. بعده موجود وياي احمد. الو شلونك يا احمد؟ شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. اهلا والله الحمد لله بخير. صراحة يا احمد ما اعرف الاتصال يمي مو كلش واضح. وبعدك نفس المتصل اللي كان الاتصال مو واضح؟ غير احمد. اوكي اهلا وسهلا بك يا احمد. نعم شلونك؟ شلونك زين؟ زين انت؟ الله يسلمك. زين يا احمد، بس التلفزيون يمك عالي شوي وانا عالي دا اسمعه. ناصي لي على الاخير رجاء. لا لا صوتك. ناصي على الاخير لان شوي اذا اسمع. نكذب الاختيارات. نبدي بالاختيارات. نبدي بالاختيارات. يلا ليش ما تجي تقدم البرنامج؟ نبدي بالخيارات واختار رقم. تفضل اول رقم. رقم واحد. الواحد. يلا شوف الواحد وش راح يطلع لنا بيه. الرصيد 60 دولار اكيد. ومسج تفتحها او لا؟ نفتحها. يلا اذا نشوف ايش راح يطلع لك بداخل هذا الاس ام اس. وطلع لك بامكانك ترك المسابقه والحصول على 120 دولار من البدايه. تربح 120 وتنسحب، ولا تستمر وممكن تربح اكثر من 120، ممكن تربح 220 او 10 او يعني. يا هذا الجمال يقول هنا اخذ 120 ونسحب. تاخذ 120؟ ليش ما تجازف انت؟ انت اللي اذا تلعب ودزيت لنا مسج. ايه هم احنا متفقين على انه اخذ 120 ونسحب. متفقين خلاص ما تغير رايك وتستمر، وممكن يطلع لك باوتشر، وممكن يطلع لك اشياء حلوه تربح اكثر من 120. 120 تنصرف بسرعه. لا بس انا منيع على المشاركه الحلوه، بس اقدر اقول لك شكرا للشرقيه. شكرا. وانا بشكر يعني انا مو جديد عليهم. شكرا لك. اذا خلاص تاخذ ال 120 تنسحب ولا تستمر؟ ما افتهمت اخر شيء قرارك.
والله اخر قرار ان شاء الله. اذا الف مبروك لك ال 120 دولار. اكيد احنا كنا حابين انه تستمر ويانا بالمشاركه ويكون لك فرصه انه تربح اكثر من ال 120 دولار. بس القناعه ايضا حلوه و ان شاء الله ان شاء الله بالمرات الجايه تربح رصيد اعلى من ال 120. شكرا لك. اذا نستقبل مشترك اخر بحلقه اليوم. مشترك سهام، مرحبا يا سهام. الو، شلون الصحه؟ الو، مساء الخير. مساء النور، شو اخبارك؟ شلون ستورد؟ انا الحمد لله زينه، انت شلون؟ الحمد لله. تحياتي لك كادر القناه الشرقيه. شكرا جزيلا، اكيد بالنيابه عن كل كادر الشرقيه. يلا جاهزه تشاركينا؟ نعم نعم. يلا اذا انت تسع ارقام عندك بالايفون، نختار اول رقم. نعم ان شاء الله واحد والله واحد. الواحد والله واحد اكيد. والواحد نشوف شو طالج فيه. نعم، اول خيار يطلع لنا بالواحد هو سؤال. فان شاء الله يكون اكو شاشه يمج تلفزيون حتى تقدرين تقرين السؤال. إيه اكيد اكيد يم التلفزيون. اي يلا حلو. نعم، نقرا لك السؤال على الشاشه. والسؤال يقول في اي محافظه يقع قضاء الحويجه؟ تعرفين ولا ناخذ خيارات؟ الحويجه يمكن بالفار كركوك. شلون؟ كركوك. كركوك، اذا ناخذ الاجابه نشوفها. والاجابه صحيحه، عافيه عليك. زاد الرصيد 30 دولار، صار الرصيد 90 دولار. رقم ثاني. ثلاثة. يلا ارقام فرديه، شوف من بعد الواحد لثلاثة. اول شيء طلع لنا سؤال، خلينا نشوف هالمره شنو راح يطلع لنا. ممكن يزيد الرصيد او ينقص الرصيد. مسج اس ام اس، عندك مطلق الحريه انه تفتحيها او لا. تفتحيها او لا؟ والله انتم اكيد تبادرون بالشيء الحلو، نفتحها. اي بس قبل شويه متصله قالت نفس الحكي اللي قلتيه وطلع لها ناقص 60 دولار، فانت اكيد المهم المشاركه. المهم المشاركه، يلا اذا خلينا نشوف ايش راح يطلع. وحلو، حصلتي على رصيد اضافي 60 دولار فوق الرصيد اللي عندك اياه، صار رصيدك 150 دولار. حلو. شكرا. رقم ثالث. خمسة. خمسة، يلا. إذا نستمر نفتح الأرقام الفردية، هاي الأرقام اللي تحبيها؟ تتفائلين بها؟ إي إي إي. حلو. إذا خلينا نشوف الخمسة. فاس، إذا الخمسة خربانة عاطلة، فطلع لك فاس، مجرد مرور للرقم الرابع، أي رقم؟ يعني هاي ستورد تظل ثابتة، حتى الوقت هاي ثابتة. هسه ثابت، لا هو مو تثبيت للرصيد، هو ال 150 بعده ممكن ينقص او ممكن يقل، بس انه ما تغير اي شيء بالرصيد. بس نختار رقم جديد. ان شاء الله نربح. ان شاء الله. اي رقم؟ ابني يقول سبعه. ابنك يقول سبعه، وان شاء الله يكون حظ ابنك حلو مثل حظك، انت لحد الان بدا يزيد الرصيد بالاختيارات اللي تختاريها، نشوف سبعه ايش راح يطلع لنا بيها. بيها سؤال، فشوفي التلفزيون حتى تقدرين تقرين السؤال. اي نعم نعم. السؤال يقول وان شاء الله سهل، كم هو راتب الرئيس الامريكي سنويا؟ ناخذ خيارات. خيارات خيارات، يلا الخيارات تقول 300,000، 120 او 200,000. ساعدين ست ورد. 300، 120 او 200؟ نقول 200. يلا نقول 200. 120. لا لا نقول الاجابه الاولى اللي اعطيتيني اياها. يلا 200 دولار. 200,000 سوري، مو 200 دولار. 200,000 دولار. نعم. يلا انا راح اشتغل رئيسة امريكا. الاجابه اكيد صحيحه، وزاد الرصيد 300 دولار. الرقم الاخير اللي راح يعتمد عليه مصير الفلوس اللي جمعتيها، اللي اكيد ما نقدر نقارنها براتب الرئيس الامريكي. والله ابن حمودي يقول تسعة. تسعة، يلا حمودي جاب لنا رقم حلو قبل شوية. اي ونكمل التسعة حتى نكمل الاكس اللي سويتيه. يصير شكلي الايفون حلو. التسعة هي يحتوي على. نعم. يا الله. يا الله، خلينا نشوف شو يحتوي التسعة. واو، ضمنت الفوز اذا يا مديحه. الحمد لله. لا سهام، يا سهام يلا خلينا نشوف قد راح تربحين. نعم مديحه الحمد لله.
لا الحمد لله مو مديحة. والله دوختيني. مديحة لو مو مديحة قرري. سهام. اي نسيتي اسمك. نسيتي اسمك سهام. حلو 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 الهلهولة حلوة. والف مبروك اللي 270 دولار رصيد كلش عالي، الف مبروك. شكرا. عفوا الك، وان شاء الله توصل لك باقرب وقت الجائزه حتى تتهنين بها اكيد. منو الوميض؟ شلونك يا وميض؟ وعليكم السلام، شو اخبارك؟ صوتك كلش بعيد، يا تبدا اسمعه. الو. اي هسه صار صوت واضح، شلونك يا وميض؟ نعم الحمد لله زين. كل زين، يلا جاهز تشاركنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله، يلا اذا الايفون طالع لنا على الشاشه، نختار الارقام من الواحد للتسعه، اول رقم. ثلاثة. يلا. الاهل يما يقدر يتابعون الحلقه وميض؟ ايه ايه. تحياتنا لهم اكيد. نشوف الثلاثة ايش راح يحتوون. واو لا 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 بداعة، يعني كل شوي طالع كارت بحيث تعبت من الشخط. الرصيد 30 دولار اللي طلع لك بالفاتر، رصيد لطيف يعني شكرا عالي، بس زيد لنا الرصيد اللي موجود عندك صار 90 دولار. رقم ثاني ان شاء الله أربعة. الأربعة بس الرصيد يعني لا كرم، يعني زاد عندك 30 فوق ال 90. اكيد غلطت، كانت رجع نقص الرصيد صار 90. والاربعه قلت لي تفتح؟ اربعه ان شاء الله. يلا خلينا نشوف الاربعه ايش راح يطلع لنا بيها. الاربعه تحتوي على سؤال، شوف التلفزيون حتى تقدر تقرا السؤال وياي وتفهمه اكثر. ونشوف السؤال، واذا تحب تاخذ خيارات قول لي بسرعه قبل ما يبدي يمشي الوقت. يلا سؤال. يلا نشوف السؤال. السؤال يقول رئيس وزراء عراقي هو الاطول حكما، مو اطول جسم، اطول حكم. تاخذ خيارات بسرعه. نور السعيد. نور السعيد، يلا خلينا نشوف اذا الاجابه صحيحه او خاطئه. والإجابة كل صحيحة، عفي عليك. الرصيد زاد 30 دولار صار 120 دولار. يلا نختار رقم ثالث. تسعة. تسعة. يلا تسعة من بعد الثلاثة والأربعة. التسعة ايش تحتوي؟ أوه مسج اس ام اس، تفتحها أو لا؟ تفتح المسج او لا؟ ان شاء الله زين افتحها. نفتحها ونشوف. رصيد 120. لا تم خصم 90 دولار من الرصيد للاسف، مو كل زين المسج. الرصيد 30 دولار. ما يخالف. عندنا رقم رابع وما قبل الاخير، نقدر نرجع نزيد الرصيد فيه. اي رقم؟ ان شاء الله خمسة. الخمسة وان شاء الله يكون. انت شوف لانه ما متفق، يعني لا هي ارقام فردية ولا هي بس ارقام زوجية، هابط الاثنين، فخلينا نشوف الخمسة، شوف الفردي لو للاسف اشارة ضعيفة سببت انه ينقص الرصيد 30 دولار. هو كان بس 30 دولار، يعني النتيجة خسارة فادحة. للأسف للأسف أعتذر منك، وإن شاء الله نستقبل مشاركتك بالحلقات الجاية وتربح رصيد عالي. نستقبل ريهام. ريهام إيه؟ نعم السلام عليك. وعليكم السلام، شو أخبارك ريهام؟ أوكي ريهام شلون الصحة؟ ريهام ريهام الو شلون؟ زين الحمد لله. ها ريهام بنيه شلونك ريهام؟ الحمد لله الله يسلمك، تحياتي لك.
تحياتي لك اكيد وللاهل اذا دي تابعوني يمك الحلقه وحتى لو ما دي تابعون اكيد تحياتي تبقى لهم. منوره الشاشه. شكرا لك يا ريهام اكيد عيونك المنوره. جاهزه معنوياتك عاليه اليوم تشاركينا؟ ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله تربحين رصيد عالي بحلقه اليوم. عندنا اثنين خاسرين ان شاء الله ما تكونين خاسره. تنضمين لفريق الفائزين. يلا عندنا 9 ارقام اختاري لي اول رقم. 2 يلا نبلش باول رقم اللي هو رقم زوجي نشوف راح يطلع لنا فيه. والرصيد 60 دولار اكيد الرصيد مبدئي هو 60 دولار والاثنين يحتوي على السؤال نقرا الشيء على الشاشه شو يقول السؤال. السؤال يقول من كسر انف ابي الهول؟ تبين تاخذين خيارات؟ والله في لحظة بدخل أشوف الأهل. يلا بس ما عندك لحظات هواية لأنه الوقت. لو خيارات لو تعطيني إجابة بسرعة. يعني آخذ اختيارات لو أجاوب. يلا ناخذ خيارات بس الوقت راح ينتهي ما أتصور راح تلاحقين تعطيني إجابة. رومل أو هتلر أو نابليون. بسرعة واحد منهم انتهى الوقت. أي اختيارات؟ اي نابليون. نابليون يلا نعطيها الاجابه ما يخالف بعدين نوضح لها الطريقه. نابليون ونشوف الاجابه اذا صحيحه او خاطئه. وعفي عليك الاجابه صحيحه. الرصيد زادك 30 دولار بس يا ريهام في المره الجايه لما يطلع لك سؤال عندك 30 ثانيه فقط هي تقررين بها تاخذين خيارات وتعطين اجابه كل هاي ب 30 ثانيه فلازم يكون قرارك كلش سريع. مش شوي مرتبكه. اي ما يخالف انا مرتبكه خايفه اذا اقدم البرنامج. تعقيد. ما اقعد على الخوف. خذي راحتك. اي رقم؟ 4 احب الارقام الزوجيه. تحبين الارقام الزوجيه بس صوتك كلش بعيد يا دوب اسمع طبعا. شوف الاربعه ونشوف. اي نعم 4. يلا نشوف الاربعه ايش راح يطلع لنا. الخيار بداخل هذا الرقم ورقم زوجك شو تحبين الارقام الزوجيه؟ والاربعه يحتوي على شيء لطيف اللي هو الباس اللي لا راح ينقص الرصيد ولا راح يزيد الرصيد، اذا الرصيد ثابت 90 دولار، رقم ثالث. نعم. 6. 6، يلا. 6. راح نفتح كل الارقام الزوجيه. نعم. يلا يا ريهام شوفي راح يطلع لك سؤال مره ثانيه بس اذا تريدين خيارات راسا قبل ما تتناقشين ويا الاهل راسا قولي لي اذا تحتاجين خيارات لانه ما عندك وقت، اوكي؟ اوكي. يلا والسؤال يقول ما معنى كلمة هوميروس بالإغريقية؟ تاخذين خيارات؟ اختيارات. اختيارات، يلا بنشوف الخيارات الأعمى القوي أو البطل. بسرعة. بس شوي ساعديني الاختيارات ايش؟ ما أعرف صراحة ما أعرف بس أعطيني أي خيار وما أعرف البطل؟ البطل يلا نشوف وإن شاء الله تكون الإجابة صحيحة أنا ما عندي أي خيار. للأسف خطأ هذه الإجابة. نقص الرصيد 30 دولار بس مو مشكلة نقدر نرجع نزيد الرصيد. رقم رابع. يلا رقم 8. 8 يلا ولا تزعلين إن شاء الله نقدر نعوضك الإجابة الخاطئة بفاوتشر إن شاء الله أو أشياء حلوة. عندي إحساس إنه مسج. مسج اس ام اس إن شاء الله يطلع فيها شيء حلو بس عندك مطلقة حرية إنه تفتحيها أو لا. والله يلا نفتح علينا الشقة دائما نتفرح ما تفشل احد. يلا بس انا اخاف من هاي الجملة اللي تقولوها دائما قبل ما تطلع المسج بصراحة. ان شاء الله شوفي شوفي لا تقولوها لا تقولوها. تم خصم 60 دولار من الرصيد اذا الرصيد تصفر انا اعتذر منك يا ريهام. هي صح الشرقية كريمة ودائما تساعد الناس بس هذا برنامج مسابقات فمو يعني انه دائما يطلع اشياء حلوة فاعتذر منك. نستقبل اخر متصلة ايهاب سوري متصل ايهاب. مرحبا ايهاب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام شو اخبارك؟ حياك الله اهلا وسهلا. يلا يا ايهاب الايفون 1 للـ9 نختار رقم. 9 اختار. 9 نبدي من النهاية ونشوف راح يطلع لك 9. والله نتفائل بيها. تتفائل بيها؟ والله إن شاء الله. أول ما على وين تساعديني والله. يلا شوف سؤال فاقرأ على الشاشة وأعطيني إذا تحب تاخذ خيارات بسرعة أريد منك الطلب. السؤال يقول من أول شعب لعب كرة القدم؟
بما انه اجواء كره القدم هالايام، فشنو عندك خيارات تحب؟ ده قطع صوت. خيارات اختيارات الاختيارات تقول الاسبان الانجليز او البرازيليين، بس بسرعه بسرعه. برازيليين يعني هو ممكن يكون جواب منطقي بس الاجابه خاطئه للاسف. الاجابه هي الانجليز. انا اول مره اشارك. اي ما يخالف بس مو يعني انه اعتبر لك الاجابه صحيحه. ان شاء الله بالخيارات الجايه تطلع لك اشياء حلوه تزيد الرصيد. رقم ثاني. اي ان شاء الله. يلا. اختار خمسه. الخمسه يلا نشوف الخمسه. على وين تساعديني والله؟ يلا خلينا نشوف الخمسه. وان شاء الله اقدر اساعدك. يلا. لانه الرصيد 30. وم حلو رسالة لأنه ما تحتاج مساعدة، فتفتحها أو لا؟ أفتحها. تفتحها أنا هم يعني أعتقد أنه لازم تفتحها لأن رصيدي قليل، فحاول بلكي يطلع لنا فيه شيء زيادة. بإمكانك ترك المسابقة والحصول على 90 دولار أو تستمر وتربح أكثر. أتركها أتركها. شلون؟ لا انسحب ما اقدر. ما تختارها اذا تستمر بالمشاركه قصدك؟ انسحب يعني اختار ها تنسحب وتاخذ ال 90 يعني تريد تربح بس 90. ايوه. طيب ما نقدر نضغط عليك اكيد هذا مطلق الحريه لك، فالف مبروك لك ال 90 دولار الجائزه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك اكيد تشرفت ب بس انا ايهاب عفوا لما توصلك الجائزه ان شاء الله بعد 4 إلى 6 أسابيع شو تسوي بها؟ هي 90 دولار بس شو تسوي بها؟ ما ادري والله يعني اشوف شنو ان شاء الله اشتري بها، واول مره ان شاء الله تسهل علينا ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله بالمرات الجايه تشاركنا ايضا وتربح رصيد بعد اعلى من ال 90 تستمر وتجرب حظك اكثر. شكرا لك يا ايهاب. شكرا اكيد لك ولكل اللي شاركونا بحلقه اليوم، اللي خسروا واللي ربحوا ان شاء الله دائما بالحلقه الجايه حالفهم حظ احسن من اللي حالفهم اليوم، واكيد شكرا للي يتابعونا ببيوتهم اكيد. التقيكم السبت الجاي بنفس الوقت. الى اللقاء.